مرحبا، أنا الدكتور عضو هيئة التدريس علي إيجي ترزي باشي أولو، عضو هيئة التدريس في برنامج تقنيات التصوير الطبي في جامعة نيشان تاشي. يقوم برنامج تقنيات التصوير الطبي بتأهيل أشخاص لاستخدام أجهزة التصوير الطبي من خلال تزويدهم بالمعلومات والمهارات الكافية. في هذا المنهج الدراسي يتلقى الطلاب المعلومات الطبية الأساسية ويأخذون أيضا دروسا حول مبادئ التشغيل والاستخدام السريري لأجهزة التصوير الطبي. لاحقا يتم تطوير المعرفة والمهارات لديهم من خلال برامج الدروس التطبيقية. يحتل التصوير الطبي اليوم موقعا لا غنى عنه في تشخيص ومتابعة الأمراض في إطار طريقة معاملة المريض وإدارة. يمكن لخريجي هذا القسم العمل في كل من القطاعين العام والخاص في جميع المؤسسات الصحية مع وحدات التصوير كفنيي التصوير الطبي، كما يمكن توظيفهم في المستشفيات وتحديدا في أقسام الأشعة والمراكز الطبية كفنيين أخصائيين في الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب. يتم استخدام أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي في بلادنا على نطاق واسع. سيكون لدى خريجينا الفرصة للعثور على وظائف في كامل أنحاء البلاد. توفر جامعة نيشان تاشي التعليم في حرم نيوتك الجامعي ببنية تحتية بمستوى تكنولوجي عالي في منطقة مغلقة تبلغ مساحتها 106,000 متر مربع. كما يوجد مختبر تصوير طبي حيث يمكن لطلابنا الحصول على تدريب محاكاة. كما لدى طلابنا الفرصة للقيام بتدريبات عملية تطبيقية في المستشفيات العامة. تغطي جامعتنا فرصا تدريبية في المستشفيات العامة لطلاب دبلوم قسم الصحة. لا يتم قطع المنحة عن طلابنا في جامعة نيشان تاشي مهما كانت نتائجهم الدراسية. يستفيد طلابنا من فرص منح دراسية إلى حين تخرجهم. ستتاح الفرصة للطلاب الذين يدرسون في حرم نيوتك الجامعي الاستفادة من الفرص الاجتماعية الفريدة هناك.